يعني هي المشكله اللي نعاني منها، يعني من نجي نريد شويه، يعني واحد ينزل شويه الجو حلو وشويه واحد يتونس، ما تحتار وين توقف تسوق. طبعا باب السرايا انا قريب، فنحتار والله السياره وين نوقفها ما نعرف. يعني انا سويت فره كامله، جيت يلا لقيت لي مكان هنا، واحد طلع وقفت بمكانه صدفه. يعني يسوي ساحات للسيارات، مكانات وقوف، يعني حتى واحد من يجي يوقف سيارته اكو مكان يوقف سيارته، لا يضطر يعني يوقف بمكان ممنوع او هذه، او سايد ثاني مرات ومرور يجي يحاسبه. اول شيء ساحات ماكن، بالاخص هاي المنطقه، منطقه الميدان جسر العتيق حيل مزدحمه، وانت واقف بالشارع تدور على مكان ماكو ساحه ماكو، ويجيك ابو المرور يدقك وبصل، والله على الاقل جراج او يعني فد مكان حتى الشخص لا ينحرج، او يعني شخص جاي من خارج المنطقه ابو المرور ما يعرف هذا غريب او قريب او عنده حاله طارئه او عنده غرض يريد يشتريه مستعجل. جراج مع السياره ضروري، شو ما تحتاج جراج؟ جراج وبطاقه ودخوليه، واحد يامن على سيارته ويدفع 1000 دينار احسن ما موقفها انا ما مامن عليها. إذا واحد طخها وراحاني من أعرف منه؟ نعم يحتاج ساحة، كان قبل أكو ساحة مقابلك، ساحة وقوف سيارات، يحتاج ساقة طابقين، هسا السيارات عاد تقف جوا بين المحلات وبالفروعة وماكو مكان، أو يقف سايد ثاني، فالأفضل إنه يصير ساحة، يعني نطالب ساحة وقوف سيارات بالكورنيش لتسهيل أمور المواطنين لا أكثر ولا أقل. تحتاج جراجات ضروري، يعني هاي المفروض مكان سايبية طابقين جراج. ايه لان هل يعذرونها، يعذرون الكل والله، يعذروها المحلات، يعذروها هسه بس فوت لي جوا، فوت كاميرا مالك لي جوا وشوف اكو شيء، يعني شيء ما ينوصف والله. هاي مكان فارغ، يعني يصير فيها جراج طوابق، يصير فيها هاي على المي، والله يعذرونها والله، مقابل محال ومن الصبح ما يقف لي المغرب ما يطلع.